أكد رئيس تحالفي سيرون في محافظة ديالى برهان المعموري أن العراق يمر بمرحلة مفصلية وتاريخية تحدد بوصلة مسيرته الحضارية العريقة. وقال المعموري أن الأربعين شرطا التي وضعها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لاختيار رئيس وزراء جديد تمثل طوق النجاة، داعيا القوى السياسية إلى التعامل معها بإيجابية. وطالب المعموري الكتل الفائزة بالالتحاق بتحالف سائرون والتخلي عن المحاصصة والطائفية والعرقية والحزبية من أجل تشكيل حكومة قوية قادرة على إدارة البلاد بإرادة عراقية مهنية خالصة بعيدا عن التأثيرات الإقليمية والدولية.